حلقه من الحلقات صارت فيها مشكله، حلقه اللي تفسخت وعاودنا شفنا الريديف نتاع الحلقه اللي قبلها وتعاودت تصورت مره اخرى، لكن حضر فيها معز وحضر فيها دورصاف دورصاف الحمداني وسفيان الزيدي. كانت حلقه الاعاده ما شفناش بيان سور الاغنيه، لكن شفنا الحلقه اللي تصورت مره اخرى كانت حلقه متميزه. ونتذكر كونه حتى انت ودورصاف عملتوا ان بيرفورمانس وكلمتيساج ما بين فوالا ما بين الشرقي والغربي، وحاسينك التداخل نتاع المقامات الشرقيه بالماجور والليناور والتونسي والغربي، معناها فريمون سيتي حاجه اكسبسيونيل. شكون اللي فسخ الحلقه وكيفاش تفسخت؟ احنا نعرفوا ان تسجل الحلقه فما ديسك دور، جيماجين ما نكونش بالبون تخنو، دونك تسجلوا بالديسك دور 5 ديسك دور يبداو ستوكي، كمان سجلنا نهزوا لي ديسك دور نتاعنا ولا في فيشي بروتيجي، ومن بعد ندخلوا بهم للمونتاج من غدوه كي نجيو باش نمونتيو الحصه باش تعاد نهار السبت. شكون اللي عنده اكسي باش يفسخ ولا باش يهز الديسكويت؟ انا نتصور باش نقول لك الحقيقه. لا 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 نسالوا، انا ما نجم يكون كان حد، اسكو حد من ليكيب تكنيك، اسكو حد انتخي من برا جاي حضر ويعرف السيركوي هزهم، اسكو لي فيشي تفسخوا ولا لي ديسك دور كلهم تهزوا؟ ما احكي لنا شنو اللي صار. والله خليها كيك الحكايه هذه، اعطينا تفاصيل من غير ما تسمينا شكون. كيفاش كيفاش صاروا لي الخدمه؟ كل واحد اش يقول، فهمت اش يقول؟ مالا الحقيقه بالطبيعه تعرفها طبعا. فهمت ما سي بون معناها تحل المشكله وتحلت، يعني ثم شكون ما عجبتوش كيفاش خرجت عملت كبسول معناها باش نفسر اللي فان نتاعي والمشاهدين تاع برنامج شمس ونجوم في اول حلقه. ثم شكون ما عجبتوش معناها خرج على الجوخ ما عجبتوش الحكايه هذيك، قال سي مش باهي يتكلم هكاك يقول انا شفتها انت رتا خايبه. لا 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 انا بالعكس، انا ديجا انا خلطت من وسط الحلقه، قلت علاش الحلقه معاوده، استغربت ديجا معناها مش فهمت من بعد كونه بيست اوف كي خرجت انا حكيت معناها فسرت، ثم شكون ما عجبتوش الحكايه فهمتني من القناه ياخذوا معنا غاديك ما موظفين في القناه. اي اللي يخدموا عندهم برامج ما عندهم زملاء اي عندهم برامج معايا غادي كما ديجا خوله سليماني تو انا بعثت لي الوحده شفت اللي قالت ما انا ما عجبهاش يعني كيفاش مش ما عجبهاش، قالت ما حقو الشمس خرج يعمل كبسول باش نعطيه. هي اللي قالت برنامج فيه اعلى نسبه مشاهده في القناه. هي قالت هكا؟ ظهر لي قالت هكا في برنامج من البرامج انه برنامجي عنده اعلى نسبه مشاهده في القناه. ما يسالش صديقتنا انا ترى نسال فيك كمسؤول، خاطر انت توا اليوم راك المدير الفني اللي قناه كارت اس بلس. انا مازلت كي بديت. اي اوكي، دونك انت مسؤول على المدى على الموسيقى. انت على الموسيقى وبرنامجها فيه فنانين طبعا بالطبيعه طبعا. انت مسؤول على الجانب الفني والموسيقى في القناه. انت ايش تشوف انت؟ انا نسال فيك انت المدير، انت المدير الفني مش انا. ما نحكيش انا ونقول لك انا على المدير الفني مش لاهي بالنسبه للمشاهده صح؟ كيفاش مش لاهي بالنسبه للمشاهده؟ ماك تعرف انت الحصه اذا كان عملت اودينس ما عملتش تشوف الشيفخ دو اودينس من غدوه ولا جمعه هيك؟ نعرف برنامج الشمس ونجوم نقدم في مدى راقية باقية قلت باقية وباقية راقية وباقية بالقدرة إن شاء الله. معناها برنامج نظيف، برنامج كي يقول ترب سي ترب، نقول فن شعبي سي فن شعبي كما شفت الحلقة اللي فاتت راقية على الآخر ومزيانة برشا، تفدليكنا كما في دار أي بو أم وولادها معناها عبارة برنامج عائلي شفت يمشي للأسرة التونسية من الشمال للجنوب. وهي هي كوم فاريتي، هي الأولى في تونس معناها ما فماش فاريتي كيف كيما تاعي أنا معناها هي سهرية معناها معلش زايد غنائية وحتى تفدليكنا في وسط الأغنية معناها معلش زايد ولا باش نخرجوا في الناس من ستريس نتاع السياسة ونتاع الغلاء المعيشة ونتاع الكورونا معناها متنفس صغير هكا. قلت لي شكون اللي فسخ اللي في شيء؟ ما نفرحكش بيه. كيفاش فسخوا به؟ كيفاش فسخوا؟ لا القناه ديسك مضروب، القناه مضروب. لي 5 ديسك دور اللي فيه ما فهمش برشا في اللي فيه بارتي كبيره. فوالا فوالا اي تضرب يعني بفعل فاعل ماهوش تضرب ماهوش سي با اون بان تكنيك سي معناها حاجه والله لم برد لك على قلبك. قد غادي كان نقز واحد جاوني باش نمشيو للاخبار بفعل فعل ولا سي بان تكنيك؟ خلينا نقدم الاخبار نقدم هنا اليوم قدم ما بيسالش بفعل فعل ولا بان تكنيك؟ والله طبعا لا نحكيو ميساج لا لا هذه اسرار قناة لا لا معنا خاطر انت قلت انه انت قلت في فيديو قلت انه ضربوا لي ليميسيون اي وقتها مازلنا ما فهمناش اوكي ولا في بالك ولا في بالنا ما نقولكش هكا تو قبل الاخبار ورا بعد الاخبار هذيك.